السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم ابرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال ارقام هواتفنا اللي تظهر اسفل الشاشة امامكم، او من خلال الرقم المخصص للواتساب واللي يمكنكم من ارسال رسائلكم النصية واللي راح نقراها ان شاء الله في نهاية هذه الحلقة. الموضوع الأول مشاهدينا الكرام عن الواقع الصحي العراقي، حيث أعرب عراقيون عن غضبهم واستياءهم من استمرار تخبط القرارات الحكومية بخصوص الخدمات الصحية في العراق، إذ تتعمد الحكومات المتعاقبة على زج المرضى في سلسلة من الأزمات بدلا من إيجاد الحلول المناسبة لانتشال الواقع الصحي المتردي وتخفيف معاناة المرضى العراقيين. وبالرغم من الثروات الهائلة والإمكانيات المالية الكبيرة والضخمة اللي يتمتع بها العراق بالإضافة إلى الموازنات الانفجارية، تصر الجهات الحكومية على وضع الرسوم المالية أجور مقابل التشخيص الطبي والعلاج داخل المستشفيات الحكومية. وهذا الموضوع جاء بعد إلغاء نظام الرعاية الصحي المجاني في عام 2016 في زمن حكومة حيدر العبادي. في محافظة البصرة أظهرت صورة من هناك حالة الغضب اللي انتابت مواطن هو وعائلته من محافظة البصرة بعد أن توفيت والدة هذا المواطن العراقي بسبب إهمال طبي داخل إحدى المستشفيات الحكومية في محافظة البصرة. خلونا نسمع حديث هذا المواطن والحالة العصبية والانفعال اللي مر به وحالة الحزن الشديد على فقدان والدته بسبب الإهمال الطبي. أمي جبتها للتعليم كل شيء ما بيها، بلغت مدير المستشفى، بلغنا مدير عام صحة البصرة، بس صامتة قلنا أنا بس صامتة والله ما تصامت. والله قلنا لها الصامتة ما بيها شيء، وقف كيلاتها، طقتها الجلطة وهي المرة قدامكم ماتت. أي إجراء تحقيق ما جرى المستشفى تحليلي. وزير الصحة وين أنت؟ وزير عام الصحة وين أنت؟ بواب المصانع فيكم شريف، وقفوا الأخطاء الطبية من البصرة. والله أرواح العالم راحت ببلاش. أخطاء طبية ماكو شريف، ماكو شريف يوقف على هاي الأخطاء. مدير عام صحة البصرة من تيم الملايات، من تيم الملايات وهي الأرواح الخيط عندك. نكمل ويا نفس الموضوع مشاهدينا الكرام. انزلقت كافة القطاعات الخدمية في العراق ولا سيما الصحية إلى تراجع سريع بسبب الفشل الحكومي من عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي، فضلا عن الفساد المستشري وتخبط القرارات داخل أروقة الحكومات المتعاقبة. وتسبب الإهمال والفساد في إلغاء مجانية الرعاية الصحية للعراقيين في حكومة حيدر العبادي، اللي بدأت بجني الأرباح وتحصيل الرسوم من المواطن العراقي الفقير مقابل التشخيص والتحاليل والأشعة والعلاج داخل المستشفيات الحكومية إن وجد. طبعا بات مشهد ترك المواطنين في أروقة المستشفيات وهم يعانون حتى الموت صار من المشاهد المألوفة في البلد، مثل ما صار مع الطفل كرار حيدر اللي تم تركه يصارع الموت من دون تقديم أي عناية طبية أو رعاية في مدينة الطب ببغداد. في مشهد آخر يؤكد الانهيار الذي يعيش العراق في كافة المجالات. كرار عمره 11 سنة، مزوع من الساعة، مزوع هذا الطفل من الساعة بالعشرة لحد الآن بالخمس بطالة دم. وين وزير، وين وزير الصحة، وين رئيس الوزراء؟ جبناه لمدينة الطب، المفروض لقينا الحال بعد معاناة وطبق السيارة جبناه، غير سهمنا العافية نلقى حل. طفل دا يزوع، الحالة طارئة، طفل دا يموت. جيب الكانونة، رجع الكانونة أم حسين أم عباس، صعدوا للخامس بعد معاناة. جيب العربانة، أبو العربانة انتظره تقريبا بالربع ساعة والله رايح ما أدري وين. اجابوا العربانه قلولولوش، حصلنا عربانه، صعدنا للخامس بعد ما مشينا شارع شطوله والطفل يزوع
وروح ابويا يذب جغد ما الدم يذب جغد ما الدم والدم كان هنا وغسلوه ومصوراني فوق هم بالخامس دب دم قول هاي والله بالخامس شاف ايش قال مو يم نرجع لهم نفسهم وهسه نرجع لهم نفسهم وهاي الحاله قدامكم الكل واقف ساكن الكل واقف وهذا الطفل وحق الحسين للصبح ما يصبح بعد ما ايسنا احنا هسه ايسنا هذا الطفل راح يموت عدي اريد انقذ بشر اريد انقذ بشر والله ما مسحه وروح ابوي باع انا محامي وما حد يقدر ياخذ هذا تليفوني هاي هويتي واني تحت ما اقدر طيب ما تسحبه هاي نقابه المحامين العراقيه وشخصيه تحت الحمايه القانونيه خلونا مشاهدينا الكرام نشوف التعليقات على هذه المقاطع عندنا علي يقول هيجي فيديو وحالة هذا الطفل والإهمال قسما بالله المفروض تصير الضجة بالعراق وقضية رأي عام بس ويا من تحكي الله يرحمه برحمته الواسعة ويصبر أهله ماهر يقول أني فقدت زوجتي بسبب إهمال الدكاترة وبسبب برودهم ومعاناة النقل وغيرها عادل يقول واجب تحويل القضية إلى قضية رأي عام لازم يتوقف الاستهتار بأرواح الناس من قبل بعض الجهات وعدنا تعليق من حسن يقول هذا حال الكثير من مستشفيات البلد ينراد لهم متابعة هذه حياة ناس والله يشهد على ذلك خلونا نبدأ باستقبال طبعا اتصالات حضراتكم مشاهدينا الكرام ونستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل تفضل يا عبد الرزاق حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد بالنسبة لحالة الطفل هذا المفروض بالدرجة الأساس يتحاسب وزير الصحة نعم بعد ذلك مدير المستشفى اللي يعني صراحة استهانوا بالأرواح العراقية يعني للأسف الشديد يا أستاذ محمد نشوف الاستهانة بالدم العراقي بالروح العراقية من قبل السياسيين ومن قبل دعاة المقاومة يا أخي نعم يعني اليوم أبسط شيء أستاذ محمد جاي نشوفها يعني العراق يريد يعيش بأمان والسلام ويبتعد عن الحروب لأنه إحنا كافي حروب عشناها فدعاة المقاومة أو دعاة الجهاد يعني قوة قوة يردون يخدون العراق طرف بحرب هو في غنى عنه طيب بس, يعني بس أستوقفك أستوقفك للحظة سيد عبد الرزاق يعني لأن الموضوع بلش يتشعب ويتفرع أنا بس حتى نرجع أريد رأي ونقاش أنا أعرف هو كل شيء مرتبط بكل شيء لكن الموضوع نعم. الأول اللي طرحناه هو القطاع الصحي ب 2016 حيدر العبادي يعني ترك ايضا من هاي مو يقولون كل ما يتغير رئيس حكومه يعوف انه تركه ثقيله نعم. ترك حيدر العبادي هذا اللي يسمي نفسه بطل النصر حول الصحه من مجانيه الى باجره بمقابل بالمستشفيات الحكوميه اللي هي اصلا تفتقر للمعدات الطبية الحديثة تفتقر للأسرة وللنظافة تفتقر للأدوية وللكوادر الطبية وسواها بفلوس يعني هذا مو المفروض يتحاسب على هذه الجريمة اللي ارتكبها بحق الفقراء في العراق والله يا أستاذ محمد شوف خليني أقول لك يعني أتمنى والله أتمنى يكون الأمر عائد إلي وهذه خلي الطبيب بين خيارين اما يريد العياده مالته ويشتغل بالعياده مالته او يحترم المهنه مالته ويترك العياده ما يصير يا اخي انت جاي تستلم راتب من الدوله يعني هسه شوف المرضى ما حد يهتم بهم يا اخي هو ما يصدق يعني تصير الساعه 12 ويطلع ويروح للعياده مالته يا اخي خير هذا الدكتور ما يصير هيك استهتار ما يصير هيك استهانه بال الدماء هذا الطبيب لو كان اكو نظام قوي ولو كان اكو محاسبه وملاحقه ومعاقبه قانونيه كان قدر يستهين بارواح الناس ويوميا نسمع وفاه بسبب خطا طبي وفاه بسبب خطا طبي وما الى ذلك
من حوادث تروح بها أبرياء بسبب تعليم فاشل وبسبب قطاع صحي أكيد. منهار. أكيد أكيد هذا لو صار يعني ردع وعقوبة للدكتور اللي أهمل بكل عملية وبكل إجراء عملية ورجع يعني طالب مو رجع آخر الترفيع مالته لا رجع طالب بكلية الطب حتى يتعلم والله يمشي على الطريق العدل لكنه يا أخي ماكو عقوبة لو ماكو متابعة ماكو مراقبة لا من المسؤول الكبير لا من مدير مستشفى فلذلك اليوم يعني جاي يصرحوني ومرحوني يعني بكيفهم فقلت لك أنا يعني قلت لك ذول الأطباء مع كل الأسف خانوا الأمانة مالتهم خانوا الرسالة واللي يتحمل المسؤولية الأكبر مالتهم. هي الحكومات اللي اجت بعد 2003 اللي جابت لنا هذول الاطباء وسلمتهم وسلمت البشر بيدهم ناس مو كلهم طبعا احنا ما نتكلم بالعموم نتكلم عن بعض بعض الخريجي خريجي الكليات الاهليه هاي اللي بفلوس تمام وحتى التعليم الحكومي بس على العموم الحكومه هي المقصره لانها ما وفرت بيئه مناسبه للعلاج ما وفرت العلاج المجاني مثل ما كان ما وفرت التجهيزات الطبيه ولا الكوادر اللي المحترفة اللي تقدر تعالج الناس من دون ما يشعر المواطن بأي خوف على حياته بسبب خلل طبي أو ما إلى ذلك. طيب أشكرك شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل. راح ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام والمأساة الحقيقية اللي دي يعيشها المواطن العراقي وذولا مثل ما قال السيد عبد الرزاق من بابل أدعياء المقاومة ذولا العصابات اللي دمروا البلد اللي يسرقون البلد اللي ترسوه مخدرات اللي ترسوه جريمة اللي ترسوه تعدي على القانون وعلى الناس بفضل قوة السلاح وبفضل ضعف القانون وضعف الحكومة وتهميش المؤسسات الأمنية بالقيام بدورها الصحيح تنتشر عندنا الميليشيات بشكل طبيعي في العراق ويتحول إلى غابة حقيقية القوي يأكل الضعيف واللي عنده ذراع ما يخاف على بطنه واللي عنده ظهر ما ينضرب على بطنه. تم اغتيال احد قيادات ميليشيا العصائب وهو ناجي الكعبي في محافظة ميسان. هذا الحادث ادى الى تصاعد مستوى الصراع بين ميليشيا العصائب وميليشيا السرايا المتهمة باغتيال هذا الشخص. ويؤكد هذا الموضوع حجم الافلات الامني، الانفلات الامني والافلات من العقاب اللي دا يعيش البلد بسبب انتشار ميليشيات تحمل السلاح خارج إطار القانون ولكنها مدرجة ضمن القانون. هذا الموضوع أدى إلى انتشار ميليشيا العصائب بمختلف أسلحتها وإطلاقها للرصاص الحي وبشكل عشوائي في شوارع محافظة ميسان بعد أن غابت مظاهر الأمن وتلاشت سيطرة القوات الأمنية على المدينة. ويتساءل المواطنون العراقيون عن دور هاي القوات الأمنية في هذه الظروف في هذه المواقف القابلة للانفجار بأي لحظة في ظل سلاح منفلت واقتتال ما بين الميليشيات على المكاسب وعلى النفوذ. هذه اللقطات اللي راح تشوفوها مشاهدينا الكرام من محافظة ميسان هي لاستعراض ميليشيا العصائب بالرصاص الحي وبالسلاح وإطلاق كثيف وعشوائي من هذه الأسلحة. وطبعا هي تتوعد ميليشيا السرايا بالرد في الوقت الذي تراه ميليشيا العصائب مناسبا والحكومة نايمة والقائد العام للقوات المسلحة نايم والجيش والشرطة طبعا في سبات. خلونا نشوف. أحب أعرفكم ذول القوات الأمنية هنا أنا واقفين هياتهم هاي القوات الأمنية. بس لاحظوا مشاهدينا الكرام حتى المواطن يعني قرب الصورة حتى يبين المستوى اللي وصل للعراق من الفوضى أنه القوات الأمنية تقف على مقربة أمتار بسيطة ما بينها وما بين شخص يعني شايل سلاح حاطط ماسك على وجهه ولابس لبس مدني ويعني موقف الشارع وثائر الرعب وهم يتفرجون. هذا العراق الجديد. ننتقل إلى مقطع ثاني ضمن نفس الموضوع. العصائب وسرايا السلام ذني الميليشيات تربطهم عداوة من سنوات
وإن كان هذا العداء هو عداء صامت، لكن اليوم بات علنيا، ولا سيما بعد تجدد الاشتباكات أكثر من مرة، وآخرها اللي صار في محافظة ذي قار وكذلك في البصرة اللي راح ضحيتها 4 عناصر من الطرفين، إضافة إلى إغلاق وحرق مقرات العصائب المتكررة من قبل أتباع التيار الصدري. في محافظة ميسان اللي صارت أجدد محطة لهذا الصراع، أظهرت لقطات تجول أفراد من ميليشيا العصائب وهم يطلقون النار من أسلحتهم بشكل طبيعي جدا ومن دون أي تدخل حكومي لإلقاء القبض على من يثيرون الذعر والإرهاب في نفوس العراقيين. يتجولون بالشارع ويطلقون الرصاص بطريقة طبيعية في سبيل إيصال رسالة إلى ميليشيا السرايا أنه إحنا أيضا عندنا سلاح وراح نرد. خلونا نشوف. وين الدولة؟ صيفي تعال طب طب وغسل. خلونا نشوف التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. وسام يقول: المن عندنا وزارات أمنية وصرف مليارات الدولارات وإحنا نعيش بهاي الفوضى. عزت يقول: هذا اللي يرمي بالشارع على منه يرمي؟ يعني هذا الطلق وين راح يروح؟ ما يفكر يوقع على الناس الأبرياء؟ والمركز قريب، ليش ما يعتقلوه؟ سؤال ممتاز. عمر يقول: محافظ جديد وقائد شرطة جديد وتغيير بعض القادة يمشون ميسان عدل، لأن هذا استهتار واستخفاف بأرواح الناس. وحيدر يقول: لعد مركز شرطة شنو دوره؟ يباوع على العناصر المنفلتة الخارجة عن القانون وما يتخذ القرار. وين دور حماية الناس؟ وين دور الوزارة؟ ويانا السيد أبو علي من لندن، وأريد من أبو علي أنه يجاوب على هاي الأسئلة اللي طرحوها الناس، لعل وعسى أنه نستفيد من إجابتك. تفضل يا أبو علي. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هو أستاذ محمد، يعني هاي اللي جاي يسووها، يعني هم يريدون يرعبون الناس. نعم. وإلا هاي أمريكا يعني قبل كم يوم اشقد قصفتهم ولا بيهم واحد ضرب له طلقة، والقيادين مالتهم طبعا أكثرهم شاردين إلى أسيادهم بإيران. فهاي هاي يريدون يرعبون الناس، يعني يعود على أساس حفاظا على مي الوجي. وهم طبعا أمريكا تضربهم وتضرب ميليشياتهم بسوريا وبالعراق، هم ما يقدرون بس على الناس العزل. يعني هم السرايا والعصائب بياناتهم ثارات وبياناتهم خلافات ومشاكل، وصايره بياناتهم واصله للشيطان الرجيم بمواقع التواصل الاجتماعي. ادخل وشوف الشتائم والتهديد ما بينهم، انصار ذولا وانصار ذولا. الحكومه هاي الحكومه اللي قاعد المفروض عنده جيش وشرطه ودول تدعمه وعنده تسليح وعنده مستشارين وعنده 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 الكثير من الإمكانيات اللي تخليه قادر على كبح جماح الميليشيات، اعتقالهم، قتلهم، ضربهم في سبيل تخليص العراق من شرهم. لا، واقف دا يتفرج. شنو دوره لعد هو؟ هو ما هو بالعكس، هم مو من مصلحته هاي اللي تسموها انتو حكومة يصير. احنا ما نسميها صراحه، احنا ما نسميها، هذا التسميه الدارجه عندنا بالعراق. انا ما اسميها حكومه. انا ابو علي النجفي ما اسميها حكومه. من 2003 لحد هذا اليوم كل ما هنالك عصابات، ميليشيات، لصوص، سراق. هسه يطلع واحد من ذول اللي تابعين لهذه الاحزاب يقول لك: انتم ما تنتقدون نقد بناء؟ يعني بالله هذا 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 نظام اعتراض بناء على وضع معين؟ والله يعني هم يعيشون حياة ديمقراطية سليمة حتى واحد ينتقدهم نقد بناء مثلا من وجهة نظرهم؟ استاذ محمد، احنا ما قاعدين بسويسرا حتى ننقد نقد بناء. بابا بلد حاكمي 90 فصيل ارهابي، وهذا يطلع لي رئيس الوزراء الميليشيات يصيح لي
سيادة العراق وأمن العراق وسيادة لك بابا اتخليتوا سيادة اتخليتوا عراق ما خليتوا دولة ما طبت للعراق تسرق وتنهب وتسرح وتمرح بالعراق. نعم وعيب عليكم شرف ما عندكم انتوا الى متى انتوا الى متى المقاومة. خلينا نوصل الى هاي الجزئية اللي فتحها السيد عبد الرزاق من بابل اللي هي جزئية أدعياء المقاومة اللي يتفاخرون بإنجازات غيرهم وينسبون فخر المقاومة العراقية إلى نفسهم وهم بعيدين كل البعد عن المقاومة العراقية الحقيقية. يقولون بأن احنا اللي حمينا البلد واحنا حررنا واحنا حمينا من خطر الإرهاب. أسأل سؤال، هذا السلاح المكدس بالمخازن اللي يومية نسمع أنه انفجر كدس عتاد هنا وهناك، ليش مدى يستخدم لتطهير العراق من المخدرات، لتطهير العراق من ما يحملون السلاح خارج إطار القانون، لحماية العراقيين من العشائر اللي دا تستغل السلاح اللي بيدها ودا تستغل ضعف القانون في سبيل ابتزاز العالم؟ ليش مدى يحمون العراقيين من الفاسدين؟ ليش مدى يحموهم من كل من يحمل السلاح بطريقة مخالفة للقانون؟ وينهم؟ هم أصلاً ويا التجار المخدرات هم أصلاً ويا تجار العصابات والقتلة، هم ميليشيات يا أستاذ محمد، ميليشيات جاي تحكم بالعراق، مو بلد بي يعني قانون وبي حتى هذا شو اسمه القضاء وياهم أخي، كله وياهم، رئيس الوزراء وياهم، الوزراء وياهم كلهم، حتى القيادين مال الجيش على أساس الجيش العراقي، هذا جيش ميليشيات أخي. نعم. جيش ميليشيات جاي تحكم بالعراق. شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن، أشكر حضرتك. ويانا محمد من امريكا، تفضل يا محمد حياك الله. الو السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام. قناه الرافدين البطله كل عزيزي الهنة. جماعه المقاوله 85 هدف اول بارحه ضربتها امريكا، قالوا مع الاسف تدفنوهم بالعراق، قال مو يدفعون للعراق، يدفعون لايران، حرام ما تشيلوهم وتدفنوهم بايران. انت محمد شيعي السيداني تفتر بالمستشفيات على ذولا مصافير خنازير مال الحشد، تفتر عليهم بالمستشفيات ودي الخايبة ينكتلون بالمستشفيات، ما حد يرى بالهم، ابن الخايبة ما له شغلة، ما له شغلة بيه. أريد أسألك يا محمد سؤال عن زعماء الميليشيات بالعراق. يعني اليوم احنا بمحافظة ميسان يتجدد الصراع ما بين العصائب والسرايا في محافظة ميسان بعد ما صار في ذي قار وصار في البصرة ودي يصير وحيصير ربما في أماكن أخرى، لكن أنا أسأل مقتدى الصدر دي يدعو جماعته إلى الاعتكاف والعبادة وأغلاق المقرات المدنية، أدري يعني ما شاء الله كلهم الورع والتقوى والعبادة والطاعة عندهم ما شاء الله وخصال متجذرة، ليش دي يشيلون سلاح؟ ليش دي يثيرون الرعب بين الناس إذا هم يعني ناس مسالمين ويعني من عباد الله الصالحين؟ ليش دي يشيلون سلاح ويرعبون العالم؟ عزيزي سالم محمد هم لا حتى الله ما يعترفون بي، ولا هم مجرمين زمن 2004 كانوا يدربون بيهم، كانوا يدربون بيهم كلهم بإيران، هذا قاسم الإرهابي، قاسم سليماني الإرهابي، قسما بالله لا يسويهم كلهم كباب أمريكي كلهم، ونهايتهم قريبة قسما بالله راح يجيهم سيد طرام وحيد تكو ميليشيات من العراق حينيه، قسما بالله هم القيادي مالتهم. طيب. ولا عمي ذولا تجار مال مخدرات، روح شوف كربلاء والنجف مليان مخدرات ارهاب بيها كل شيء فيها، شو تريد بيه؟ انا اريد سؤال، اريد جواب على سؤال الى الان ما حد من ذولا اللي موجودين في العراق استطاع ان يجيب عليه، وطبعا الكلام عن هذه الميليشيات الموجوده وزعاماتها. ايران ضربتنا اكثر من مره، ضربت امريكا موجوده في العراق، يقولون احنا بدنا نقصف قواعد، لكن واقع الحال يقول هم فعليا ما اثروا تاثير بسيط ايضا على الامريكان. طيب ايران لما ضربت ليش ما شلتوا سلاحكم ورديتوا على ايران؟ هاي دوله اعتدت واطلقت الصواريخ وقتلت الابرياء من دون وجه حق، والحكومه قالت هذا عمل وتجاوز على السياده العراقيه، وراحوا فحصوا اماكن الضرب وقالوا انضربوا مدنيين، ليش ما رديتوا وانتم عندكم سلاح؟ عزيزي هي ماكو سياده بالعراق، هي الميليشيات الايرانيه تابعه لهم، ليش اتحدى من الدور؟ باكستان عمي باكستان صدق باكستان ردت ايران من ضربته،
والله عمي هاي سيادة الباكستان اخليها على راسي ردت. هم ذولا جبناء عمي صحيح. هم تابعين لهم شلون يضربون ايران؟ شلون يضربون خوارهم؟ شلون هم ولاهم ايران ليس للعراق؟ اتمنى بالله غيره ما عندهم على اعراضهم اذا بتصير غير على العراقيين. تمام شكرا جزيلا سيد محمد من امريكا اشكرك للمشاركه. خلونا ننتقل الى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام يتعلق باصحاب الدخل المحدود من سائقي الدراجات وعجلات التوك توك اللي نظموا تظاهرة حاشدة في بغداد طالبوا بها وزارة الداخلية بفسح المجال لهم من أجل ترقيم عجلاتهم ودراجاتهم اللي يعتمدون عليها بتوفير الرزق لعائلاتهم. طبعا ردد المتظاهرون هتافات من بينها قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق بعد حملة كبيرة تنفذها وزارة الداخلية الحالية أسفرت عن مصادرة عدد كبير من هاي الدراجات. خلونا نشوف هذه القصة وهذه المقاطع اللي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. مثل ما ذكرنا نفذت القوات الأمنية حملة ضد أصحاب الدراجات وتحديدا اللي يشتغلون بتوصيل الطلبات، وهذه الحملة وصفوها بأنها حملة جائرة بسبب تضييقها عليهم في وقت تتحاشى به نفس القوات الحكومية ملاحقة أصحاب المراكب أو السيارات اللي يتجولون يوميا بلا أرقام وغالبيتهم من اللي ينتمون لحماية مسؤولين متنفذين. تخاف القوات الأمنية وتحديدا شرطة المرور من أن تتقرب منهم بحسب الناس. وبينت صور من بغداد لحظة اعتقال أحد سائقي الدراجات من قبل مفرزة مشتركة وسط تساؤلات عن الذنب اللي ارتكبه أو اقترفه هذا الشاب حتى يتم ملاحقته من هذا العدد من أفراد الأمن. خلونا نشوف. باع وليا سووا علي هي دراجة باوع كم واحد مسوين علي باع واحد اثنين ثلاثة وهذا أربعة وايد دراجة باوع شو مسوي هاي فقير طالع على باب الله الصبح من الصبح الناشدك والناشد رب العالمين على الله وعليك هاي من الصبح بالتقاطع مال الغزالي مال الشيخ عبد القادر وليا سووا علي أربعة من خمسة شيتوا علي وايد دراجات تروح بس هذا وبيها رقم الله شاهد بيها رقم. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. هاي الحملة أجبرت أحد أصحاب الدراجات على إضرام النار إشعال النار بدراجته احتجاجا على محاولة مصادرتها من قبل رجال المرور في خطوة احتجاجية بعد أن كانت هذه الدراجة هي مصدر رزق الوحيد. هذا الموضوع تسبب بحالة من الغضب بين العراقيين بسبب الإجراءات الحكومية اللي ما تراعي حال الشباب العراقي الفقير وارتفاع معدلات البطالة بين صفوفهم. خلونا نشوف. خلونا نشوف التعليقات مشاهدينا الكرام على هذه المقاطع. رعد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله بسبب الظلم المجحف وتخبط قرارات المسؤولين في دوائر المرور. مهند يقول قانون ساري فقط على البسطاء ويطبق بحقهم
بحذافيره. أما الطبقة الحاكمة وعوائلهم ومريديها وحواشيها خارجة عن سيطرة القانون. عندنا تعليق من علي الشمري يقول: حقه والله، لأن القانون فقط على الفقير. أبو المرور يوقف فقط أبو التاكسي لو الدراجة، أما إذا مضلل حتى ما يباوع عليه. عندنا تعليق من علي يقول: المرور قدرتهم بس على أبو الدراجة، وأهل التشارجر والتفحيط ما يتحاسبون. أبو زينب من النجف ويانا يعطينا تعليق على هذا الموضوع، محاربة الفقير بالعراق. حياك الله أبو زينب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا نعيش الحالة يعني بشكل واقعي ويومي. نعم. حتى نكون منصفين يعني مو فقط مسألة الدراجة والتوك توك وما اعرف شنو. نعم. يعني هاي الظاهرة مع السيارات الدوج، هاي الرباعية مد السداسية، الماطورات ما اعرف يسمو الدفع السداسي وكذا. تمام. اولا صوتها عبالك دبابة بحالة حرب. نعم. مزعجة كلش، سريعة كلش، ما يوقفون، يجوك رونج سايد. نعم. بعدين هاي مسألة الماطورات مال الديليفري. نعم. هذا الموديل اللي انتشر لنا النوب. ها؟ طيب. حتى قام يرهق العوائل العراقية انه الحبات تطبخ. تمام. تعال جيب لنا كباب، تعال جيب لنا تمن ومرق، تعال جيب لنا كذا. نص الليل، ربع الليل، من الفجر، الظهر، ما اعرف. بس ابو زينب يعني خلي بس لا تظلم الناس، يعني هذا الموضوع، هذا الطرح مال سائقي الدراجات، الناس تريد تسترزق يا ابو زينب. العراق تحول اليوم الى مطاعم وكافيهات بفضل هاي الاحزاب، اصحاب المشاريع الاستراتيجيه حولونا العراق الى مطاعم وكافيهات. طبعا لازم تكثر دراجات التوصيل. اي مو هذا، تدري شلون صايرين انت؟ تعرف شلون يمشي هذا؟ تمام. يجيك ابو الدراجه لو ابو توك توك واقف، والله العظيم محافظة، رحنا زيارة العامل محافظة كربلاء. نعم. يعني عطت عطة رجيت كربلاء كلها، كان كتلنا أنا وعائلتي، وواقف أمامي عميد بالمرور. لا إله إلا الله. نعم. قلت له أنت شنو دورك هالشكل هذا؟ يقول لي العش يسوي له. طيب. قلت له عميد بالمرور. إحنا ما نختلف على آلية تنظيم عمل دراجات التوصيل والتوك توك في العراق. أكو فوضى، واكو غياب للتخطيط، وغياب لتنظيم اليات عملهم، وما عندنا شوارع معينه يمشون عليها، ولذلك تلاقي الموضوع فوضى. لكن احنا نتكلم انه هل يحق للحكومه ان تصادر مصادر رزق الناس عن طريق هذه العمليات الفوضويه اللي تقوم بها، حملات مصادره للدراجات، بدل من ان تقوم بتنظيم عملهم، بترقيم الدراجات حتى تعرف منو صاحبها والمن تعود، وبعدين ايضا تهيئ البنية التحتية والفوقية من أجل سير ومرور هذه الدراجات. إحنا ليش بس نقطع رزق، بس قطع أرزاق، وذولا جيوش العاطلين شنو مصيرهم؟ أنا وياك أتفق ويا بهذا الرأي، أنه يجب أن يكون هنالك قانون وتنظيم. نعم. وأن تكون هناك مو فقط ترقيم لهذه العجلات. نعم. يعني سوونا مثل الهند توك توك وستوتة وما أعرف شنو. تمام. مو فقط ترقيم، وانما اجازات. مو كل من هب ودب يصعد لتوك توك مثل ما اروح الناس. صحيح. والرونج سايد هذا انت ما شايفه بالعراق الجاي يصير. نعم. بعدين تعليق على شغله القضايا الصحيه اللي بدايه الحلقه. نعم. يعني تجي وسبقا طرحتها سابقا. يكتبوا لك مثلا بعد الفحص فد 6-7 انواع من الادويه. نعم. لما تروح الصيدلية المستشفى تبدي الصيدلانية تأشر لك هذا ماكو، هذا ماكو، هذا ماكو، هذا ماكو. روح عمو أخذها من الصيدلية قبال المستشفى. تروح للصيدلية قبال المستشفى اللي هي أهلية وبفلوسك، يقول لك والله ذني ماكو. قلت له زين، لا عدكم ماكو، عد المستشفى ماكو، لا عد منجيب. خل ألفت نظرك وخل الرأي العام يشوفون شنو القضية. يقولون احنا مبلغين بل ومهددين انه هذا النوع من الأدوية ممنوع نجيبها، لازم تروح بالمستشفى اللي مقابل بالنجف عندكم الصيدلية
نعم، وصارت وياي على أبرة قزاز وتتراسايكلين. نعم. شنو هو قيمة التتراسايكلين هذا مال العين أو الجلد؟ بالنهاية سؤالي تروح إلى مستشفى. تمام. تسمح لي. أي بس أريد أسألك. تروح إلى الصيدلية المقابل مستشفى الصدر. طيب. وإذا ما تروح لهناك يعني سوي لك غير شو اسمه؟ يعني كل الصيدليات. بس دقيقة أبو زينب. جايفة. أبو زينب بس لحظة. اللي هاي معلومة مهمة. كل المستشفيات اللي زرتها ممنوعين إنه يشترون هذا الدواء ويبيعوه إلا صيدلية واحدة. كل الصيدليات. مو فقط المستشفى. كل الصيدليات. لا حتى الصيدليات الأهلية. تمام. تروح لها صيدلية والله العلي العظيم صارت وياي صيدلية مقابل مستشفى الحكيم. يا أبرة قزاز وعصارة تتراسايكلين قال ما عندنا بعدين لحيت عليه قال لي والله ممنوعين قلت له ليش قال لي تروح إلى الصيدلية المقابل مستشفى الصدر تحديدا تمام وعلى ما راح أخويا بالسيارة وأنا شيت مجروح جرح يعني عميق نعم زين وحتى بمالت مقابل مستشفى الصدر ما كنت أنا راح أقبال مستشفى النجف الأشرف اللي يسموه المستشفى الألماني في حي الجمعية مقابل حي النفط. نعم. انت وين تعرف احنا صايرة مافيات. تمام. زين. تمام. وغير مصادرة الأراضي والأملاك وتجي ليه. هذه قضية نعم هذه قضية أوسع لكن أنا أكتفي بحضرتك بهذا القدر. لا ركزوا عليها. لا إن شاء الله لكن أنا أقصد الرأي اللي طرحته والقضية اللي طرحتها العفو يعني أوقف عندها لأنه تخص الموضوع اللي طرحناه اليوم وهي معلومة خطيرة للغاية وهذا يؤكد طبعا يؤكد الطرح المسبق والطرح السابق العفو بخصوص الفساد الموجود في وزارة الصحة بخصوص غياب الرقابة والمحاسبة والمتابعة القانونية من قبل وزارة الصحة على الصيدليات وعلى عملها في العراق المافيات وهذه شهادة مواطن عراقي شاهد عيان راح وجرب وشاف بأنه الدول اللي يريده ممنوع غير صيدلية تبيعها إلا صيدليات معينة وهذا يؤكد دور الميليشيات والمافيات وعصابات الجريمة في احتكار الأدوية في بيعها وفق شروط معينة في تهديد الصيدليات الأخرى من امتلاك هذا الدواء بالسلاح ربما أو بوسائل أخرى حتى في سبيل يتم احتكار هذا النوع من العلاج ويتم بيعه لجني الأرباح ربما المضاعفة لأنه إذا ماكو بغير مكان وأنا الوحيد اللي أبيعه أحط السعر اللي أريده ما حد يقدر ينافسني لأنه ماكو منافس أصلاً وبالتالي هذا البلد يسير بهذا النظام وبهذه العقلية الإجرامية اللي تتحكم بمفاصل الدولة العراقية عن طريق المافيات وزعمائها. خلونا ننتقل الى زين اذا ما لقى الدواء ومات هذا المريض يعني بخطيته برقبه من تمام صحيح شكرا جزيلا يعني ابو زينب اشكرك شكرا جزيلا انا كنت شاكر ابو زينب من النجف واعتذر منك طبعا لان الوقت يداهمنا مراقبون وناشطون عراقيون انتقدوا غياب الدور الحكومي بوضع حد لاستمرار حوادث التخريب المتعمده اللي تطال مطار بغداد الدولي بين فتره واخرى واللي تقف وراءها جهات حزبية وميليشيات للسيطرة على المطار نفس القضية اللي طرحناها بقضية الصيدليات موجودة في مطار بغداد مطار بغداد يعتبر منفذ لتهريب الأموال والمخدرات وتتستر الحكومة على هذه الجهات التي تسيطر على مطار بغداد الدولي يقول المراقبون والناشطون العراقيون إن العمل على تخريب العراق ومؤسسات الرئيسة بطريقة ممنهجة مستمر ولن يتوقف في ظل الصراع القائم بين الأحزاب وميليشياتها للاستحواذ على المال العام والسيطرة على مراكز النفوذ والثروة وتبعية هذه الأحزاب لإيران طبعا خلونا نشوف مشاهدينا الكرام تقول الحكومة بأنها بصدد إجراء تطوير وتعديلات لمطار بغداد الدولي ومحيطة ومداخلة وغيرها من هذه الأمور وطبعا تطرح بين فترة أخرى دعايات لمشاريع تقول بأنها استراتيجية خلوني أشوفكم ساحة عباس بن فرناس في مدخل مطار بغداد الدولي حالها عن طريق أحد المسافرين العراقيين اللي وثق هذا المشهد هذا مدخل المطار مشاهدين الكرام هاي ساحة بن فرناس في المطار الطب يأخذون من عنده قراجية 4000 4000 هاي شنو مقابلها أنت حالتي مصطبة مسوي لي مرافق بها خير انت تطي مي انت شنو تاخذ 4000
وبعدين هاي 4000 اليا مؤسسة قاعدة تروح للمطار مدى يعمروا للداخلية لو للمواصلات لو المدى تروح هاي السالفة بس أريد أعرف. يعني هذا حال موقف سيارات في مطار دولي، تخيلوا بس المشهد، المشهد اللي يعكس الوضع اللي وصل العراق. ننتقل إلى داخل المطار مشاهدينا الكرام، نروح إلى داخل المطار. أحد الناشطين وثق عملية تطوير وبناء وتحديث مطار بغداد الدولي بعد إعلان الحكومة عن استعانتها بشركات أجنبية في سبيل تطوير مطار بغداد الدولي ومرافقه. خلونا نشوف الطريقة المستخدمة في تطوير وإعادة تهيئة بعض المناطق في مطار بغداد الدولي. عمي قبل فترة وجيزة حكومتنا الموقرة قالوا تعاقدنا ويا شركات رصينة بمليارات لتطوير وتجديد المطار. اللي دا نشوف بس احنا بالمطار الله وكيلكم صبابيخ شايلين سطلات بوي وبنتلايت وقاعد يصبغون. زين وين الشركات؟ وين المليارات؟ هذول صبابيخ الله وكيلكم جايبيهم من ساحة الطيران. نشوف التعليقات على هذا الموضوع. محمود يقول للأسف الشديد تغيير مدير المطار قبل فترة لم يحل كل مشاكل المطار، وكأن الأمور صعبة للغاية أو واقع حال يجب أن نرضى به. تعليق عندنا من حسان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شلة من الحرامية اللي يمتازون بالغباء الشديد. عندنا خليل يقول هذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على فشل إدارة المكان. وعندنا تعليق من أبو صفاء يقول ما دام الحكومة بيد الميليشيات هذا حال العراق، هذا حال العراق باقي، حسبنا الله ونعم الوكيل. ننتقل مشاهدينا إلى فقرة الإنفوغرافيك. تعمل الميليشيات الموالية لإيران في العراق من خلال نفوذها العسكري والسياسي على تغيير بنية المجتمع العراقي وطمس الهوية الوطنية للعراقيين بأكثر من وسيلة بعد عام 2003. من أبرز هذه الوسائل هي افتتاح المدارس الإيرانية ونشر اللغة الفارسية بين العراقيين تحقيقا لأهداف إيران التوسعية واستغلال إيران قوتها الناعمة لكسب الولاءات وإحداث تغيير في التركيبة المجتمعية للعراقيين اللي تنشط بها ميليشيات. فمنذ تولي حكومات موالية لإيران افتتحت إيران أكثر من 14 مدرسة إيرانية مختلفة في مختلف المدن العراقية. يرى كثير من المختصين أنها مراكز لنشر الثقافة الفارسية تحت غطاء التعليم. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية قام بعمل هذا التقرير الانفوغرافيك اللي يوثق هذه الجزئية المتعلقة بمحاولة يعني غسل الأدمغة والعقول لأطفال العراق وأجيال المستقبل عن طريق تحويلها إلى اتجاه إيران، دفعها صوب إيران وغسل هذه الأدمغة عن طريق هذه المدارس. خلونا نشوف هذا التقرير. تكون الدورات حصرية فقط مثل ما اللي جاي نشوفها بالنجف الأشراف، أغلب الدورات المجانية تكون على اللغة الفارسية. ليش ما صارت على اللغة الإسبانية أو على اللغة الإنجليزية أو على اللغة الفرنسية؟ المنظمات اللي تابعة لإيران ممكن حتى الأحزاب إنه تزج كلمات دخيلة على نفس اللهجة وتفتح دورات مجانية وغير الدورات المجانية لتعليم اللغة الفارسية. هذا الإقحام يسبب فسخ الإنسان عن هويته العربية.
وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.